تصورا وحلوجيا معانه القرآن معانه القرآن حال إيراد كذا كصحيح ما يقول لنا شغله معان أنا القرآن هذا كان هكذا وصدوا كذا أصلا حال هذا خمسة خو أمرك هكذا وصواب رأي أو هكذا كوبا صي أو القرآن كله أوفر صي أو القرآن كله وجود به ما خوتشوا صدح بلاط هكذا ما يقانون وهو أخرين كرا لكن بالتفصيل حرفا ما كل شيء كم هكذا وصبرت امتحان بقى كذا دوبا صي وحنا تصارع هو فعلا إنا والله سبحانه والله سبحانه ودرنا قرآن ما كلنا صارت معي تاي قرآن هو سهل ما نسمع هكذا كبح صشبة ضن كبح صيصة قرآن كي عن قصب عينيني وكل عينيني هكذا كبح صشوف لبعد ما كان هو كان سايق قرآن صبرت كم مرة يا أو شيخ اسمه هسته هكذا دا قصة فوق هذا إنه هزل يعيش وما هي بس هذا ما قريت سيا هذا من حالة ثانية بركة هكذا يقرأ كذا فيمن هل بيجي قرآن خبره هل بيجي حقره هصب عيوه هكذا أرى بيجي سوقره ولي يا قرآن كقرأ فيس صوت الناس قبل لو خروت ما أنا بيجي قرآن فرتنا وخبرنا يا هكذا نعبرنا يا فتوق قرآن يسا وانلقب صنا يا لكن شقا إيزي كو هان الله يبدأ سؤال الله نسا وحيالها إن أردت أوريك بضع خميرا معلمين تقول إنه هيان غار كود كونتون كونتون إلما كليس أما ليه ده ما كان معلم كونتون إلما هيا ده دي كربا وخدع يبه ما كان معلم دين تمرا شيء معلمين جلني لابد لابد دي باقوف هو عاقتان شيء عليك مدي واحد تحاي معلم بريق مقاطو ما بريق مصريو مركا عندما بريق أظن أنت ذيك الكودة عاي ما دارا عمر ذي بس بريشة الماء عبد الدشان هو كحبار يال ما يعلم على ما هذا حبار بود أنت يا خطر وين لا يشوف كذا شيء ما عليه فلا واحد أنت والله يا حبار ما هو كذا والله أردنا قصة أصلا معلم إن حنا كحنا أشياء إن أنا معود لا لا بس شيء بس والله كو رفك السالو الدنيا أنا واحد لها ما في درس دقيقة سنة يوم أفترض دقيقة مره جاره وح بلعب يا دوا دوا وين يا هذا في برنامج اللي بدلين أو واحد إنترسيو أدي أتاقي مكان على شرحين ودارسة المهم رح واحد عن شين توان دقيقة إلى الله بعثن بتشوي كلامش ما هو الله بعثن بريف دقيقة اليوم وح بلعب كل شيء قاعد يرفته إنه الواحد في الصدوق إنه مدك يتعوز كل يفته إنه حضر له واسمع لينك الود دالي ما عليك نقول بغرنا وقرأي يا مرك سمع سيد رادد سيد أوقف في عن واحد تاني تاني خد داره هل ساعة جرسينه هل ساعة كسبريك به شغلة هنا وقال واحد كشك هنا وفر صمد وصل يا هل ساعة كسبريك به بريك بس ما هو قاضنا يا شن دقيقة إلى ثمان دقيقة حبا ما أضع موبايل هاي سطو لا توقف وعنا يسوع هو راح يصير أصلا هو الدين هذا عرنا يا شيخ إسلام لكن بعد احتاجين تقول وريه هي ولي وردي أكره إسلام ما نصنا يعني نسكح لو غير وش يا جار إني بريك وش رأي يفصل عليهم تشان دقيقة ثمان دقيقة وين نصنا يعني هذا ولي القرآن كي يبقى يدبره ولي القرآن كمان يصبح القرآن ما خبيه دوانان لما هذي دقن شن بقى خبى حضي شن كلا قولي من لك هذي بريك سي ما ساكت يملا القرآن كله طبعا ملا عريضة ثم ملا يمر ويان لكن واحد لها أنت هيستغل يفعل يستغل أنت هذا خشوع سنة هذا مال وين هذين يسوي ذي الكرنين واحد هذا واحد هلي كرين هاي سو واحد هلي كتكاب حصدا انت يرى هاي سو بعد نظام صنعيا شن دقيقة ثمان دقائق هنا يا بريء بس لا عريا هذا على سفر يستا مركز انت اللي منه خلال السنة يا كوي قرانك بحنا قرر لي دقال كي يبدي كي ودنا وخرج سنة ساعة ساعة أول ما وقف سو ولي هذا خير رأيك أرتوه لا أفرض شن دقائق وخسر في عنده تم كهذا الصوم لكن بناء آذن مالك السطيع وحبرش الصبح من الهضوب في جارته ولي جيد المال هي اللي مش شايفيني أرتضوا إني حقا حتى بيعلان وإني حقا دي هلي كرام موس موسي وحقران بس كأول إن هاي صومالي دي بكاسي بس كتير باهي بقى سجرته وطرور الله يا الله لكن معلم باط هاي والد نواط هاي مربي نواط مدرسة هذا ربي منه غضون تا وحنا ضحى معلم يحون الله ما هالمامه دبكوا جزء درديس دبكوا جزء درد ملا ملا كيبا معلم في أنا الله ما هالمامه وأنا جزء درديس سيا درد جد بعضك الله ورصدوه
وأغون تاله تفي بتجيء بوك بقرية وحلي هاي نلاش هذا هذا كبدلي ما ده هاي بوك بانقري ما ده هاي هوا يسوع شكته وحلي معلم خيجي مسيح خيجي أما كيت سام عبد هذا خصب وإنا ما تأثير لهذا وإنا ذهين سميتا وإنا وحلاقات حلا وحلاقات حلا يعني تدري ده أنا قلني وحلا الشيء معلم بقول لك أرضي سميت كستاره هاي الشيء وهو قبلا لها مركها ميت بقول كبيري وحنا قلنا لها إنجنير ميت دكتور ده وده معلم قرآن ما نقول لها نيجا معلم وكفر كبير ما شاء الله نفي عن بدك هاله ما هو دورته وعيسيل إيد لحد الله سيلس قرائي وأرسلها مركا يسن نقولني وحال لقعد حلا يدري دجال وين لقعد حلون حريص يونا أري واحدة يوصل الله الله ما بين الله كرمي وأوب هي محاورة كسمين اللي هذا عنا قاطين القرآن عنا قاطين وعم ما بيصير عنا قاطين سياسة عنا قاطين قرآن ما جرته معلم علو قرائي سحهم بقرا هاي اللي أقول تري معلم هو هذا الشيء يا هيجي علو هذا دين دوسه مامورة مامورة هوش وقاعدي معلم هو هو غيره هلي ما تقول هذا قرا إنسان بالنوعي معلم علو يقول علو قاتي هو سيم طعنان وراه كمان يستو ومن ميريو قال كمان صح هو أمس علو جي واحد أكيد صدق إن الله فديها عشان خبيحين ما الله بحشمة أنا قاتين قرا ولا ولا قاتين قالت كا عديبة شربة والد كاس كلها هذه معاك تصحون لو غلي هذه قرار لقى صراحة ما عندي لو يرنا دبعة طمعهن لكن مهمة بعدي وشدة بعدي أحد أنا أقول رسالة جرسته بعض يعني عن واحد من واحد من يسمعها ولا تزور وزيرة وزيرة أخرى هذه معلن كلا يخرب دلي ووالد فوق اليوم أو ما فوق اليوم واحد كاخو سيمرة وهذا معلن كفي عن إن لا أمانه إذا إن لا عاية وسومت فأجدني سي وحكم بدل ميسو وإن الهدف كاجي خصوعتا لكن أنا معلق تراعتا والله يتصور الله مهره إن هو بره كان المهد لأن أنا أصدقه ما سعيش وإن معلق كاجي أحالا هذه قال الجيدة وإن قالت الله صحا أوكي حرفها المركة صغر أوصى الشيء وحنا والله تأس غير حرف لكن وأختهن هذه غفلة برا دروا اللي ما دروا لي هاي حدوت الأمريكي روا دروا زمان وها الله أنا ما هي استعد عن هذا برا أو مع الفار عطوه هي هذا ما يقعدوا ما هاي تاعي أسبوع ما دقنوا أسبوع ما نادي جنين وها دينا كده دون وأنا خلط أنا مسلمين بعد ما هاي كتاب القرآن هاي سنة أدون كم يشاء تكتوه وأسمت من سورة الفاتحة إلى الناس وما لكن وحاجة ضدنا لا ترتبع وأنا نجوهي والله يقنا كريستيان وضو النصارنا والله مصدرين وخلد مصدرين شوق والله النصارى بس كان يسوده وأنا وأنا بضيهين كان يسوده ما يقبل لكن هل كان يستضع تكاليته كتاب معها وحي شكتان إنه بيبل حيستان وأمسيين قد كود أما إنجيل أما التوراة لكن هذا كان صرته ونوع كان ونوع اسمنا قلان أنا قال الحمد لله مسلمين بعد هايو كتاب قرآن خليزة يا سلام كل واسم حلقة بد الله سمع سياد راد دين وأنا هكاد دين اسم النقطة أرض وأنا نقطة أنا رتك آخرين كرام خلاص كتير هذا أي شيء غير وحن سو خلاص من الله يقانو إملاء يوم رسم العثماني قرآن وفوق قرآن يهاي والله يقانو رسم العثماني وكدون إملاء عربي عادي أوكي هذا يعلم فاك خالدا خوان شنو يا حرف كان معك خالدا حكى مغن انت قفت فتره تاجه انت انت غلط لو معك مغن مغن ما تري ولي ولي ام سوي يا اوكي الله كان ناوي الماء دي معه صار ما مكان ما برينه لا بد هو ما صار يا يوسف ولا غيري تمام يا يوسف ولا غيري كتاب القران كان تري ساي وعباره ساي يا اول ما دبل ما كسوليست هو معلم حاكم معلم كده صبري
سبحان قال ما معلن كان حياة كان كيس يبقى صبري صحوة لكن مصحفك ما قرنا أخي ثاني أبا قرن مصحف تكرهوا أنت من هو خبر أنت أنا أقول لك أنا يا أصل هذا حسنا لكن ما هني ويا عادية أيوة مستقلة أو حركة لا يقرأ موجودة قفان جاء سقوني صورة قرش ما أخرين كرو المعلوم مريم ما هني هي كذا دار تبر قريم بوبان يا أيوة قريم بقول ما قريم بوبان قول ما يستوي يا ما كي مقطع لما يا حضاره هاك ما غمرك وأنا القرآن كعرفها كوي الماء برا سيان رسالة الجديو بري كم مال أيس أرض جي كتاب سقول عنن وحالها الله خرب بجلسة هذا برتد قرآن كهيكل أن تو كقرية أحين كو بحوتهن جمهور علماء وحي قبان قرآن كلو مو قرية كرو إلا سو قرية ما هن هذا مدرك سما لمبر لبا تعد حصل تجنو أرض الواحد برا إملاء عادية بريك قبل صافر 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 عدي عن كسي قدو مركز وعن كتاب يلا تاج جمهور تاج قبته وعن كتاب إني إملاء أنبره بري كتاب كي يا أرض يوصل عيان إلا ويه كورنا وعن أي مبر وإنما كأرض وحرفها سي ورن أبرع وقرن كرا سياد راندد لبعض حرف خالد وين ما هنقلنا وأنا لبعض يلا بلا صحة المفر بضن سيحة فاغل واقيان اسمها إيه وحالغا يابا إن الوليد شرو أرض أخرنا هيا أمام علماء صمير شو ديل ها أنا وعن قرآن ما دي شري ديل وحمله ديل وحمله ما كان ديل كدبا دي الله باري إمالا ديل كوالا سوى حرق هنا دي ديل ديل كعادي وان ديل أصمال عادي وان ديل ديل كتابه لكن ديل إمالا خجرتو أرض ديل أخرنا هيا بريك مالين وحصمين دونا مع اللي فارعين وطوه وديل واخري يقول هذا خلينا نكاد ميقان سيامنا تصود عنين وحاد عبه وإن بضان دي بنايا هايستع مالك حوغا وويناني إن عندنا تمو الدرس قارتو مالك قارة وقتنا الله مهلا المعنى هو اسكح الشوال على غيالا لكن هذا وحاد بضان إنترنت دروس كبيرة. ما أبغى ما أخش شيء. وعجل شيء معلن أو قرآن خير قانة شو عمك خليه. شو صعب زوجي قانة. ما قصوا بديه ورجعية. بوهار كإذا ما يلدك الجروبة. وخذ هاي دكسوم اللي ذي. هذا ما يدكسوم أو بهنا. أنا معلن ويل. وأوتينه أنا غدا مثلا كم جرتوا قفان قرآن كا قنوا معلن غدو. صما. لكن يوروبي أمريكا قف شو عمك قانة معلن وصلنا غدا والله بعيد. لكن هل كان قرآن كبرنا من حافظ ما معلنا ومورنا يا ورصنا يا وصمان ماشي بادي هيد نك عندنا امتحان كما قادنين وانا والله وانا حريص وما علمين صوان امتحان كما قادوا إلا يقال هذا مو مقتل يلا لا يوان قتل يا انت رين رسيو ما علمين صوان امتحان كما قادوا وي وي دي امر بارا خدا ما يمعنى ما يمتحانه انا ودار كاس مري لكن معلنا صوان استوغي من حقا هرو مرسنا سانا وضعين واحد عضي مركا ninkii arda loo soo urushay geed baa loo waaray neef baa loo qalay waxa la jeexay waxa la yiraahdaa fariisin arda la keenay waraysa adigu ma taqaan ma walaahay dad yar ayaa qoysay maxallinkii arda xoyaa loo keenay ma hayo saxmada meeyeen waa caado Soomaalida baadiyo ay lahaan jiray in magaalada ma garanay aniga maxallinka waa la sii neef neef ariya ardayna waa loo loogay xoyaa loo qalo saba loo dhigay maxallinka bil fasax u qaatay wuxuu yiri xirtay soo fiirnaaya maxallin meelku waa uu tagay شو صار طلعك بالمباراة شو صار بغيف دي وصار لابتين من طلعه وبري حوالا عريا اللي أروا الشيء أرضي الحوالا اللي قلي بلغا فصحوا غات قصنا عالو صبت هذا وحال الشيء أصيع أرضي أصيع حد القرآن ما كهر نبي حد الكهر نبي أرضي لكن وحال هنا معلمين لا هيسا برطان فريان فردين لي ماشي كده هاغي مايو بايا حوالا أروا دقات انت الناس قال همينك صبرا ما انت نعدك ها waxaa jooga macallimiin wallahi maanta quraanka balaarayeen wax barista ilmaha kaliyti laakiin maanta ah mudarrabiin wax yaqaano akhyaara waxa la dhahaa marka wax dhigaysid baadna wax barataa qos esbiir zakiisa
waxaad aragtid ma arkaysaa xataa qofka wax baraysid ilmaha waxaa ku jira qaar badan oo caqli badan oo laga faa'iidaysan karo macalin dee macalin khaliif oo ka shaqeeya madaraso ku taalla sayid yaan nur bayaan dhow baa wuxuu u yidhi ardayba wuxuu u geeyey soo waa maamulin meesha shaqeeya ardayba macalin u geeyey maalinka macalin arday waa garaacay arday cusuba la ii keena u fiirsadaya marka arday cusuba lagu keeno wuxuu la mid yahay cunug yo naasal inuu jirayo baabtaadu tagaya maanta arday cusub yahay hooyooyinka qaar waxaa jira fiifiican waxaa jira qaar khaldan oo ilmaha naas ku dila hadduu naas nuugaya dogayo cunug naas nuug maxaa laga dilaya cunug naas nuug arbaaxaysa oo hooyadii waxaa la mid a macalin garaacay cunug cusuba loo keenay cunugan maanta lagu keenay naas nuujin buu ku jiraa haddaad disho waxaad ku xeer tahay hooyadii ilmaha naas ku garacday macalinkii ardayga wuxuu u dhaa maaqari wuxuu u yidhi waxaan u geeyey macalin ardayga wuu garacay marka wuxuu ku soo cararay xaafiisku igu wuxuu ugu dhahay macalin macalin weyn iige kani waa cusub yahay hadda waa arday yar wixii ninka maanta iigeysay nin fiican maahane macalin weyn iige wax garanaya maxaa dhacay wixii isagoo waxba ii sheegin buu isaga garacay waxba ima sheeginin ha balaa wuxuu iska arkay ardaygii oo iska sheekeynaya arday cusub oo aan xeerka la soconin waxba ogeyn hadduu xataa madaxa ku socdo dambigiisa maaha isaga soo ma waa inay jiraan shuruuc iyo lawaaqix ilmaha aan u akhrino odhanno waxaana xalaala waxaana xaaraama waxaana la ogol yahay waxaana la ogolayn soo ma sidaa daraaddeed macalinba ma ku dhahaa dugsiga oo sharci ma leeyahay maya xilli cayaar ma leeyahay maya sheeke ma leeyahay maya hadda waa xarsi marka ha xarsi ka furan makaanku duya makaan oo tadriis waa in loo diyaarshaa.